حققت مملكة البحرين إنجازا يضاف لرصيد إنجازاتها الحافل بالإنجازات في مختلف القطاعات والمتمثل في فوزها ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية 2017 عن مشروع منصة تصاريح، وذلك في مؤتمر GIS Works 17 الذي عقد بدبي مؤخرا، وحضره قادة الحكومات والخبراء والأكاديميين من مختلف الدول. ولتسليط ضوء هذا الإنجاز والأهمية التي تمثلها الجائزة، يسرنا أن نستضيف معنا على الهواء مباشرة الشيخة منار بنت عبد الله الخليفة، مدير إدارة تطوير وصيانة الأنظمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. بداية نرحب بكم، نرحب بالشيخة منار الخليفة ونهنئكم بهذا الإنجاز المشرف، ونود التفضل بإطلاعنا على الأهمية التي يمثلها فوز المملكة بهذه الجائزة. الله يمسيكم بالخير. طبعا لا شك أن فوز المشروع بالجائزة ما هو إلا ترجمة لنجاح الجهود المبذولة من قبل الفريق في تطوير المشاريع المنضوية تحت منصة تصاريح، واللي من شأنها أن هي تسهم في تأمين البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. وطبعا هي تأكيد على حرص الهيئة في التميز في تقديم خدماتها ومبادراتها بأسلوب مبتكر يسهم في رفع كفاءة الأداء. طيب نعم تفضلي. وطبعا نخص بالشكر معالي الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية على الدعم اللامحدود، وحيث كان له دور بارز في نجاح المشروع تطويره، وتفضل معاليه في فبراير الماضي بتدشين منصة تصاريح اللي تمتاز تقديم الطلبات ومتابعتها وتقييمها. نعم، طيب ما هي أبرز مميزات هذا المشروع؟ طبعا المشروع أو المنصة تضم عدد من الأنظمة المتطورة المندرجة تحتها مثل تصاريح الحفر، إجازة التخطيط، التقسيم الرئيسي للأراضي، ودراسة طلبات المجالس البلدية لتخصيص المرافق الحكومية، والعديد من المشاريع الأخرى. تصل عددها إلى 22 مشروع، تم تطوير 13 مشروع لحد الآن، والعمل ساري على تطوير المزيد. وطبعا ركزنا في هالمشروع على إضافة مؤشرات أداء للنظام وللموظفين لتحقيق الاستفادة القصوى، مما سرع من وتيرة إنجاز الخدمات، يعني وصل إنجاز الخدمات إلى 10 أيام بعد أن كان عدد شهور، وهو موفر أكثر من 90% من الوقت اللازم للإنجاز. المنصة تقدم خدماتها إلى أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، حيث ألقت الحاجة لزيارة هذه الجهات إنجاز المعاملات. نعم. وفي هذا العام وصلت إنتاجية إلى تقريبا 10400 طلب، تم إنجاز 93% منها، وهو ما يؤكد الكفاءة وتحسن أداء الموظفين عبر استخدام النظام المتطور. أكيد هناك أهداف كثيرة للمشروع، طيب ما هي أهم مشروع أو أهداف مشروع منصة تصاريح؟ أهم أهداف المشروع هو إعادة هندسة جميع الإجراءات المختصة بالبنية التحتية والتخطيط العمراني وأتمتتها وإضافتها كأنظمة مترابطة تحت مظلة واحدة لتحل محل الإجراءات اليدوية والأنظمة القديمة. والمشروع مبني على قاعدة البيانات، قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية اللي توفر متصفح جغرافي يتضمن أحدث الخرائط والبيانات الجغرافية اللي تم تحديثها بشكل دوري، حيث مكنت المستخدمين أنهم يعرضون الطلبات على الخرائط الجغرافية مباشرة، مما ساهم في سرعة إنجاز المعاملات. نعم، الشيخ منار عبد الله الخليفة مدير إدارة تطوير وصيانة الأنظمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.